تاريخ كبير للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله، كمان يعني يكمل هذا التاريخ ان شاء الله بميداليه ان شاء الله. كلنا نطمع في المباراه النهائيه، ولكن تبقى مباراه ريال مدريد امام النادي الاهلي هي بطوله بحد ذاتها. كابتن اسامه، خلينا كنا بنتكلم والتقرير شغال عن بعض النواحي الفنيه اللي يقدر يعملها النادي الاهلي لتقليل خطوره الريال. شايف يعني وجهه نظرك ايه في الجزئيه دي تكتيكيا، النادي الاهلي يشتغل ازاي؟ يعني انا قبل طريقه اللعب، يعني هي في مثلا وجهه نظر ويمكن الكابتن شريف بقى يتكلم عليها انه نلعب بثلاثه في العمق، بس انا شايف ان الراجل ده بالذات ما بيلعبش كده خالص. يعني في كل مبارياته اللي لعبها ولا مباراه لعب بثلاثه في العمق مستر كولر، ثلاثه يعني في خط الدفاع تقصد؟ ثلاثه في الظهر في قلب الدفاع. هي فكره، هي فكره، يعني ممكن يلعب 5-4-1 ماشي، بس هو ما لعبهاش قوي، فانا مش عايز اصدر القلق قوي من اول المباراه دي، وجهه نظري. فهيلعب عادي 4-3-3 زي ما هو لعب في الماتشات الاخيره، وان كان هو بيدي مهام مختلفه لحمدي فتحي في الناحيه الهجوميه، بيلعب كانه في مركز قفشه اللي هو 10، انه بنلاقيه بيتقدم على طول مع سواء مع السوريه، مع لا كان بيتقدم على طول قدام مع محمد شريف او مع كهربا. فانا في الماتش ده لا، هتلعب بالثلاثي، لا ثلاثي واحد ارتكاز اللي هو اليو ديانج، اليو ديانج ويمينه حمدي وشماله السوليه، يبقى هما الثلاثه فعلا كده، لكن مش بالاسلوب اللي لعبنا بيه الماتشين اللي فاتوا في اوكلاند وفي سياتل، ان حمدي بيطلع للامام قوي انه يضغط قدام، انك بتلعب فرقه كبيره، فرقه عندها اجنحه عاليه جدا زي صحيح جونيور فينيسيوس، زي سينسو في نص الملعب، عندهم لعيبه جامده، فعندهم الباكين اصلا سواء كارباخال او كامافينجا هيبقوا هتلاقيهم زي دي، فلازم تقفل الاجناب كويس. فهو كان بيلعب بس بالاسلوب هو شكلا هم ثلاثه، بس كان حمدي بيبقى متقدم قوي، يعني كان 4-2-3-1 بشكل اقرب ليها كانت كده، بس هو الناس لما بتسمع اسم حمدي والسوليه وديانج متخيلين المهام واحده. في الماتشين اللي فاتوا لا، حمدي فتحي واخد مهام تشبه مهام قفشه لما بيلعب في مركز 10 يعني، لكن الماتش ده لا، محتاج ان الثلاثه يلعبوا فعلا كثلاثي في وسط الملعب عشان يحموا او يقللوا المساحات شويه على هاني، وعلى يقفلوا علي المساحات مع هاني وعلي، ان ما بقاش فيه اختراقات بسهوله جدا في الاجناب، يعني لان عندهم سرعات كبيره وعندهم طبعا تكتيكهم عالي وبيعرفوا يتصرفوا وخبرات كبيره. فدي بس اللي انا يعني شايفها بالنسبه للثلاثي الامامي. يعني هو يمكن عمل حاجتين، مره لعب بالثلاثي اللي هو حسين وشريف واحمد عبد القادر، والماتش الثاني غير الثلاثه مره واحده ولعب ب ميرسيتاو وكهربا وطاهر محمد طاهر. فهو الاجهز والاحسن دلوقتي، انا وجهه نظري حسين شريف، افكر بقى في الثالث هل هو يعني انت بالنسبه لك حسين الشحات ناحيه اليمين ومحمد شريف راس حربه، ويبص بقى في الجناح الشمال بقى ابتدي افكر بقى، هل انا عايز العب طاهر، هل انا العب بيرسيتاو، هل انا عايز عبد القادر، عبد القادر، هل انا لاعب قفشه بالمهام دي ويخش للعمق شويه، بس طبعا دي اصعب، ممكن قفشه يبقى في الشوط الثاني، لكن انا اقصد ايه، ما يبقاش التغييرات كتيره، دي وجهه نظري الشخصيه في المباراة دي. لكن هي المهم ان وسط الملعب يبقى يعني متقفل كويس قوي وعامل حماية للباكين عشان ما يبقاش مخترقين، سواء من الثلاثي اللي انا قلت عليهم اللي هو حمدي والسولية وديانج، معاهم هيبقى حسين الشحات، ومعاهم بقى التال الخامس اللي هو ايا كان مين هو يختاره، او وجهه طبعا نظر مستر كولر، بس دي وجهه نظري. يعني من كلامك للكابتن شريف، عمليه هم متميزين جدا بالاطراف، يعني بتتكلم على كامافينجا، بتتكلم على فينيسيوس، بتتكلم على حتى فالفيردي ممكن يلعب جناح ايمن ووراه كارباخال. فدي مشكله بتقابل الباكين، اذا كان باك يمين او باك شمال يعني هاني ومعلول، ولكن بتتحل بالاجناب او بالاجنحه بتاعتنا. طيب ناحيه اليمين، هل حسين الشحات قادر على النواحي الدفاعيه ان يكون في جبهه دفاعيه، بتكلم دفاعيا، قادر دفاعيا انه يساعد محمد هاني في الجزئيه دي؟ طيب والناحيه الثانيه عندنا علي معلول، الاقدر دفاعيا، هل يكون
طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، ويمكن كابتن اسامه قال بيرسي تاو، بس بيرسي تاو يعني بيميل ناحيه اليمين شويه. القدره الدفاعيه الافضل في جناحي النادي الاهلي مع طاهر محمد طاهر ولا مع عبد القادر؟ لا هو طاهر طبعا في الناحيه البدنيه والدفاعيه كويس. انا بس كان عندي شكل كده الاهلي بيعمل ايه الفتره اللي فاتت دي كلها. كان ساعات الاهلي قبل ما السكواد بتاعه يكتمل دخل مره في مباراه الزمالك على ما اعتقد خالد عبد الفتاح، دخله جوه بيلعب سيرد باك كويس، او رامي ربيعه مثلا موجود. وفي عندنا رجع متولي وعبد المنعم مظبوط. الماتش ده زي ما انتوا بتقولوا كده اجناب وعمق وكل حاجه، انا لازم اعمل زي مايوركا، يعني مايوركا بقى خمسه ورا يعني لازم خمسه ثلاثه مايوركا زهقوا وخرجوا الفرق راس الحربه لبره عشان يستلم. هو دلوقتي كان بيتكلم ديلبوسكي كان بيقول ان واحده من احلى المباريات اللي عملها ريال مدريد. وخلي بالك حاولوا بس التانيين على فكره، على فكره سيطرتهم كانت اكتر من 70% على الماتش، وضيعوا ضربه جزاء بس هو يسيطروا. بس فرقه مايوركا زهقتهم واقفين عاملين لهم عدم انك تلعب 1-2 سبيس، مش عاملين سبيس ليهم خالص. الشوط كان الشوط يا اسلام كان من 30 ياردة صح. رودريجو ده كان بيشوط من 30 بدل ما تشوط من 20 بتشوط من 30. بالفيردي بيشوط من 30 ياردة ليه؟ لان التانيين عاملين كوردون على لو حد عدى فينيسيوس ده بتاع في ستوبر رايح له لوحده عشان يقفل الحته دي. كان التاني بيعدي برضه. لا انا مش كانش بيعديش بيعدي. عارف كمان النقطة الأهم يا كابتن ان يمكن جالهم فرصتين أحرزوا هدف وده مهم جدا. مين؟ طبعا استغلال الفرص. مايوركا مايوركا اللي جاب الجول الباقي وناتش هو اللي عملها. الراجل اشترك اشترك والتاتش جه فعمل كيرف خلى الكرة جوه الجول. لا وجالهم كرة تانية كانوا ممكن يجيبوها جول. ما دي النقطة اللي بتكلم عليها ان في الماتشات الكبيرة ديت مش هيجيب لك فرص كتير، يعني مش هيجيب ست سبع فرص. فيبقى لازم عندك كواليتي اوف بلاير اللي هو يقدر يعمل لك الاسترتش بتاع الدفاع وبتاع الهجوم. انا شايف ان 3 5 2 دي اللي هو 3 في العمق وطرفين عندك وثلاثة قدامهم واثنين في عمق الهجوم عندك بيستقبلوا اي حاجة جاية من جول. عندك حسين شحات وعندك طاهر محمد طاهر على حسب مستر كولر بقى شايف اجهزيه بيرستاو شايفه كويس الماتش اللي فات. ما انا لازم يبقى عندي ثقه في اللعيب بتاعي. انا عايز مهام معينه، عايز مهام دفاعيه وعايز مهام هجوميه، بس مش هلعب على طول انا في 90 دقيقه دفاعيه. طب اتعادلت في 90 دقيقه ما عندي في وقت نص ساعه كمان مش هفضل العب لغايه لما اوصل ضربات جزاء. انا العب ضربات جزاء واوصل ضربات جزاء لما اجيب جول، لما يبقى لي وجود في الملعب او اكسب. فلازم يبقى عندك نوعيه اللاعب اللي هتبتدي انت تقطع منه خلال ال 90 دقيقه، هتاخد منه 50 دقيقه، هتاخد منه 60 دقيقه، وفي البديل الجيد اللي بيخش زي ما دخل القفشه وعمل حاله ربط ومسك كرة. الحقيقه لعيب كرة كويس قوي يعني ما اقدرش استغنى عنه كمان. هي الحكايه مش هتبقى دفاعيه بس، ما لازم يكون ليا حاجه في التورتايه بتاعت بكره بعد بكره، لازم التورتايه دي انا اقطع فيها انا كمان. يعني كابتن اسامه يعني شفنا كولر اتعامل مع المباراه اللي فاتت بسيناريو معين ومقسم المباراه بشكل معين. ايه السيناريو اللي ممكن يكون جيد جدا لصالح النادي الاهلي اللي يمشي بيه مارسيل كولر خلال المباراه؟ يعني قسم لي المباراه كده تمشي ازاي على الشكل الدفاعي والشكل الهجومي وعلى كمان دقه الاحتياط اللي هناك. انا طبعا اعتقد ان ليها عامل كبير جدا في الفوز المباراه اللي فاتت يعني. والماتش الجاي هيبقى ليها عامل اكتر كمان. نعم ما فيش شك ان بتلعب مستوى ريال مدريد غير مستوى اوكلاند سيتي وسياتل، ما فيش شك في كده. فانا في ماتش اوكلاند وسياتل يعني حتى واحنا في الاستوديو كنت بقول ايه، لازم الاهلي يلعب باسلوبه اللي هو بيضغط من قدام لانه امكانياتهم الفنيه مش اعلى منك وانت افضل وعندك قدرات احسن منهم اخر نص ساعه. لكن مع ريال مدريد الوضع هيبقى فيه اختلاف شويه.